أهلا بكم مشاهدينا إلى الموجز الاقتصادي. كشفت صحيفة بلات البريطانية أن العراق يخطط لإطلاق نوع جديد من نفط البصرة الخام بعد الحصول على دعم جديد وتقديم مزيد من الاستقرار في الأنواع الحالية. ونقلت الصحيفة عن نائب المدير العام لشركة سومو علي الشطري قوله إن الدرجة الجديدة من النفط الخام ستكون ذات وزن نوعي يتراوح بين 29 إلى 30 درجة مع نسبة 2% من الكبريت. قالت وزارة النفط إن شركة نفط الشمال بدأت بعمليات الاختبار في حقلي النفط هافانا وباي حسن في كركوك من أجل زيادة إمدادات الخام إلى مصافي التكرير المحلية. وبحسب مصادر في الوزارة فإن الشركة بدأت عمليات الاختبار في الحقلين النفطيين تحضيرا للمباشرة بضخ أكثر من 50,000 برميل يوميا. دعت وزارة النفط في العراق المستثمرين لتقديم عروضهم لبناء مصفاة لتكرير النفط بطاقة 70,000 برميل يوميا في محافظة الأنبار. وقالت الوزارة في بيان لها إن على الشركات تقديم عروضها في موعد أقصاه 14 من حزيران المقبل للاستثمار في بناء مصفاة حديثة بالمحافظة. وأضافت الوزارة أنه سيتم تشييد المصفاة على مقربة من مدينة حديثة الواقعة على بعد 160 كيلومترا غربي مدينة الأنبار، موضحة أن المشروع سيكون بنظام البناء والتملك والتشغيل أو البناء والتملك والتشغيل والنقل الملكية. أعلن رئيس هيئة الاستثمار في محافظة الأنبار مهدي صالح الاتفاق على إنشاء محطة كهربائية باستخدام الطاقة النظيفة بتعاون مع وزارة الكهرباء. وقال صالح إن هيئة استثمار الأنبار طرحت مشروع استثمار المنطقة الصحراوية في المحافظة لإنشاء محطة كهربائية باستخدام الطاقة النظيفة عن طريق الألواح الشمسية في صحراء الأنبار، لافتا إلى أن قيمة المشروع تبلغ 250 مليون دولار. قال اتحاد المستوردين والمصدرين في كردستان العراق إن الخسائر المالية التي تكبدها القطاع الخاص جراء حظر الرحلات الجوية الدولية عن مطاري أربيل وسليمانية تخطت 100 مليون دولار أمريكي. وقال المتحدث باسم الاتحاد ملا ياسين إن رفع الحظر عن الرحلات الدولية عن مطارات كردستان قلل من حجم الخسائر بالنسبة للقطاع الخاص بأكثر من 20 مليون دولار شهريا، متوقعا أن تتحسن عملية التبادل التجاري بعد رفع الحظر. حصلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على مبالغ تتجاوز المليار دينار عن رسوم إجازات العمل للوافدين ومدبرات المنازل خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين. ونقلت مصادر صحفية عن مدير عام دائرة التشغيل والقروض في الوزارة المهندس عمار عبد الواحد قوله إن الدائرة حصلت على 1,099,500,000 دينار عن رسوم إجازات العمل للوافدين ومدبرات المنازل خلال شهري كانون الأول أو كانون الثاني وشباط الماضيين. أطلقت شركة البرهان للطيران خدمة للنقل الجوي بطائرات مروحية تغطي جميع مناطق العراق. وقالت الشركة التي تعد جزءا من تكتل مقره العراق وله فروع في مدينة لندن وإمارة دبي أن الخدمة موجهة أساسا لرجال الأعمال وشركات النفط التي تستثمر في العراق. ننتقل المشاهدين الكرام الآن لمتابعة أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي.
إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء، عودة إلى زملاء في استوديو الأخبار.